يا صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو النهارده. لو اول مره بتشوفني، انا محمد مدحت، احنا هنا من القاهره وده فيديو جديد على القناه. الفيديو بتاع النهارده جبت لكم تشكيله كبيره جدا عن الفيديوهات اللي كنا بنعرضها قبل كده. انا عارض النهارده حوالي 8 او 9 عربيات بكل فئاتها، معانا مقدمات من اول 40,000 لحد 120,000 جنيه، وعربيات من اول 2014 لحد موديل 22. عايزكم تتفرجوا على الفيديو ده لحد الاخر، ما تفوتوش ولا لحظه فيه، عشان برضو في مفاجاه قويه قوي في اخر الفيديو زي ما متعودين دايما. فياريت كل واحد بيتفرج على الفيديو دلوقتي، لو انت مش مشترك في القناه انزل حالا اعمل اشتراك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل على القناه. واحنا خلاص فاضل تكة على 5000 مشترك عشان نبدأ بقى حملة 10,000 مشترك ان شاء الله. حابب اشكركم جدا على دعمكم، ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. العربية الاولى معانا نسان صني 2018 فابريكا بالكامل، تاني فئة سبويلر وجنط. العربية دي متركب لها مرايات ضم، ومتركب لها فرش جلد، وطارة مالتي فانكشن، وشاشة وكاميرا. عربية نظيفة جدا وصاحبها صارف عليها مصروف حلو قوي. العربية دي نقدر نركبها بمقدم من اول 80,000 جنيه، ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن. حابين تستفسروا عن اي حاجة بخصوص انظمة القسط، تقدروا تكلموني على رقم 031-49-28-330. الرقم تاني 031-49-28-330. وياريت يا جماعة كل واحد بيتفرج على الفيديو ده ما ينساش حالا دلوقتي ينزل يعمل اشتراك للقناة قبل ما يكمل الفيديو عشان ما تنسوش، ويفعل زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. الفترة الجاية فيها عربيات كتير وعرض لكم حاجات حلوة قوي. دي حالة العربية من بره، انا بعتذر لكم طبعا على الازعاج بس انا بصور في الشارع. ده الفرش اللي متركب لها، حالة العربية من جوه نظيفة جدا. العربية دي ركوبة شخصية او شغل، تنفع للاتنين. دي حالة صالون العربية، الصالون نظيف مفهوش ادنى مشاكل خالص. الفرش اللي متركب فيها شيك جدا بصراحة. بس كده، دي كانت كل حاجة عن نيسان صني. خلينا نشوف العربية اللي بعديها. العربية اللي بعديها جيليا ماجراند 2015 فابريكا بالكامل. العربية دي نقدر ندفع لها مقدم من اول 40,000 جنيه، ونقسط الباقي لحد 50 شهر. العربية دي حالتها نظيفة جدا، دي حالة العربية من بره. طبعا زي ما اتفقنا، حابين تستفسروا عن اي حاجة تقدروا تكلموني على رقم 031-49-28-330. رقم تاني 031-49-28-330، ده رقم التواصل، تقدروا تكلموني من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 12 بالليل. نتفرج على العربية من جوه. العربية من جوه عايزة فرش بس، مش أكتر من كده، أما حالة موتور وفتيس وعفشة كله زي الفل. حالة الصالون مقبولة إلى حد ما. دي حالة العربية من جوه. بس كده، خلونا نشوف العربية اللي بعديها. العربية اللي بعديها معانا جيليا ماجراند 2016، عربية حالتها نظيفة جدا من بره ومن جوه، حالة مكنة وفتيس وعفشة زي الفل، 10/10، مفهومش أي تعقيب خالص. عربية مصروف عليها فوانيس جديدة وسنسور خلفي،
سبويلر للشنطة، حالة السواق بتاعت العربية نظيفة، عدت 93,000 كيلو، العربية مشيتش، دي نقدر نركبها مقدم من اول 45,000 جنيه، ونقصت الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة بس، صورة البطاقة واتنين ضامن، تستلم عربيتك وانت واقف معايا، ما بحتاجش انزلك استعلام ولا بنزلك اي حاجة. بعتذر لكم طبعا الدوشة دي، بس انا عشان بصور في الشارع مرضيتش استنى العربيات تخش عندي، قلت عشان الحق الدنيا دي واصورها لكم. دي حالة العربية من برة، حالة زي ما قلت لكم كمجمل جميلة جدا. دي حالة العربية من جوه زي ما انتوا شايفين، حالة العربية زي الفل، العداد بتاعها اهو. عدت 93,000 كيلو. بس كده، دي كانت كل حاجة عن الجيلي الإيميجراند 2016. يلا نشوف العربية اللي بعديها. الناس اللي كانت بتسألني على الكريتا، الهيونداي كريتا، هي لسه موجودة يا جماعة. هيونداي كريتا 2016، رشة برة ما عدا السقف. عربية حالتها حلوة جدا، دي حالة العربية من برة، دي نقدر يا جماعة ندفع فيها مقدم من اول 105,000 جنيه، ونقصت الباقي لحد 50 شهر بنظام التقسيط المباشر بصورة البطاقة واتنين ضامن بس. العربية دي عليها موتور يا جماعة، الله اكبر عليه. حالة العربية من برة زي ما انتوا شايفين كده، حابين تستفسروا عن اي حاجة بخصوص العربية دي تقدروا تكلموني على رقم 031-4928-330، الرقم تاني 031-4928-330. انا مكاني فين؟ انا مكاني في المهندسين، في احمد عرابي. اي حد ينزل المهندسين احمد عرابي يكلمني على التليفون، اشرح له العنوان بالتفصيل. تقدروا تكلموني على رقمي من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 12 بالليل. بالمناسبة هي دي مواعيد العمل برضو، كل ايام الاسبوع. دي حالة العربية من برة، الناس اللي عايز تركب عربيات عالية الفرش بتاعها عايز فرش بس مش اكتر من كده، ده كل المصروف اللي في العربية. بس كده، دي كانت كل حاجة عن الكريت، خلينا نشوف العربية اللي بعديها. العربية اللي بعديها معانا عربية شيفورلي اوبترا 2019 فابريكا بالكامل. العربية دي عداد 19,000 كيلو، هاي لاين، دي نقدر نركبها بمقدم من اول 80,000، ونقسط الباقي لحد 50 شهر. 80,000 جنيه تركب الاوبترا 2019 فابريكا بالكامل. عربية حالتها زي ما انتوا شايفين كده، ما فيهاش اي حاجة، عربية جديدة زيرو. تقدروا تكلموني على رقم 031-4928-330، رقم تاني 031-4928-330. دي حالة العربية من جوه زي ما انتوا شايفين. اتمنى من كل واحد بيتفرج على الفيديو دلوقتي ما ينساش يعمل اشتراك للقناة ويفعل زر التنبيهات عشان يوصل لكم اي فيديوهات جديدة بتنزل. دي حالة العربية من جوه،
الاتصال يا جماعة بعد اذنكم من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 12 بالليل. بس كده خلونا نشوف العربية اللي بعديها. العربية اللي بعديها معانا جيلي ماجراند 2016 فابريكا بالكامل برا وجوه. العربية دي ما فيهاش اي خدوش نهائي من برا. ركب لها طقم فوانيس جديد، كاوتش جديد، فرش اللي جوه نضيف. دي نقدر ندفع لها مقدم من اول 52,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بنظام التقسيط المباشر واستلام فوري بصورة البطاقة او 2 ضامن بس. دي حالة العربية من برا. حياتها بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. العربية ما فيهاش اي مصروف نهائي، يعني انت هتاخدها تركبها على طول مش تحتاج تصرف عليها جنيه. حابين تستفسروا عن اي حاجة تقدروا تكلموني على رقمي اللي هو 031-49-28-330 031-49-28-330. هسيب لكم برضو رقم تاني اضافي تحت في اول كومنت وفي صندوق الوصف. دي حالة العربية من جوه. دي حالة الكنبة الخلفية. الصالون بتاع العربية نضيف. استأذنكم كل واحد بيتفرج على الفيديو دلوقتي يا ريت ما ينساش ينزل حالا قبل ما يكمل الفيديو يعمل اشتراك للقناة ويفعل زر التنبيهات. احنا خلاص قربنا جدا على 5000 مشترك. بس كده دي كانت كل حاجة عن العربية. خلينا نشوف ايه اللي بعديها. العربية اللي بعديها معانا هي عربية شيفورلي اوبترا 2018 كسر زيرو. العربية دي فابريكا بالكامل بره وجوه. الناس كانت طالبة مني اوبترات الفترة اللي فاتت دي، جبتلكوا 2، واحدة 2019 وواحدة 2018. دي نقدر نركبها بمقدم من اول 75,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بنظام التقسيط المباشر. استلام فوري بصورة البطاقة و2 ضامن فقط. العربية دي هاي لاين، فتحة سقف وسنسور وطارة مالتي فانكشن. برضو في اكتر من نظام تقسيط تاني سواء بنوك او شركات تقسيط او انظمة تقسيط مباشر تانية. عشان تعرف الكلام ده لازم تكلمني على رقمي اللي هو 031-49-28-330. ده رقم التواصل بتاعي سواء واتساب او هاتفيا. وهسيب لكم رقم تحت برضو تاني في صندوق الوصف وفي اول كومنت عشان لو رقمي مشغول تقدروا تتكلموا عليه. مواعيد الاتصال يا جماعة من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 12 بالليل. خلينا نشوف العربية من جوه. دي حالة العربية من جوه. العربية نظيفة جدا مش محتاجة مصروف اطلاقا. طبعا العربية فتحة سقف. انا اسف جدا على الصوت ده بس انا عشان بصور في الشارع. بس كده دي كانت كل حاجة عن العربية الاوبترا. خلينا نشوف ايه اللي بعديها. العربية الاخيرة معانا هي MG5 2022 كسر زيرو. عربية اعلى فئة لكشري ماشية 13,000 كيلو فابريكا بالكامل برا وجوه. العربية دي نقدر نركبها بمقدم من اول 90,000 جنيه بالنسبة لموظفين او اصحاب السجلات التجارية. ده هيبقى انظمة بنوك او شركات تقسيط. ولو تقسيط مباشر هنقدر ندفع فيها مقدم من اول 120,000 جنيه. حالة العربية من بره زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي ملاحظات. العربية كسر زيرو يا جماعة. عايز اقول لك ممكن تجيب
زي ما قلنا دي نقدر نركبها بمقدم من اول 90,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 5 سنين بالنسبة لأنظمة البنوك او شركات التقسيط، وبرضو نقدر ان احنا نقسطها تقسيط مباشر بمقدم 120,000 ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن. وبقى على فئة كاميرا 360 فتحة سقف طارة مالتي فانكشن مثبت سرعة مرايات ضم كهرباء فرامل الكهرباء جنود 16 6 ارباك شاشة وسطية 7.5 انش كراسي كهرباء فرش جلد كل حاجة كله ما تشتهيه النفس. انا بحبها جدا يا جماعة والله العربية دي ام جي دي بقدرها كده وبحترمها تحس انها عربية على وضعها. عربية ماشية 13,000 كيلو. عداد اهو قدامكم صالون العربية برضو نضيف مش محتاج اي حاجة انت راكب عربية زيرو. بس كده دي كانت كل حاجة في فيديو النهاردة. احنا عرضنا تقريبا حوالي 8 عربيات. خلونا بقى يعني نتنقل لمفاجأة الفيديو. الناس اللي عارفة وبتتفرج على الفيديوهات لحد الاخر هتجيلي عن طريق الفيديو ده هتقولي ان انت اتفرجت على اخر حتة فيه، هتاخد خصم في تمن العربية وخصم في المقدم بتاع العربية وخصم في تمن القسط. خلونا بقى نخلص الفيديو، يلا بينا. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتشكيلة العربيات دي تكون نالت اعجابكم وتكون حاجة كده تشرف وتكون على قد ذوقكم او من ذوقكم. شكرا جدا لكل واحد اتفرج على لحد الجزء ده من الفيديو. حابب اشكركم كلكم، وزي ما اتفقنا على المفاجآت اللي قلناها قبل المقطع ده على طول، ويا ريت كل واحد لو ما اشتركش في القناه ينزل حالا يعمل اشتراك ويعمل لي لايك، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.